أعزائي الله معكم بسيق برنامجنا إنجيل حي منكمل هالمشوار اللي بلشناه من شهر أيلول الماضي وبهالروحانية بالذات نتعرف على هالضيوف نتعرف كيف الشخص كيف الضيف عم بيكون إنجيل ببساطة عم بيكون إنجيل بهالحياة اليومية يوم ورا يوم ساعة ورا ساعة ثانية ورا ثانية وهيك بنفكر إنه لما نشوف انه قديش صعب احيانا نكون قديسين مزبوط صعب كتير نكون قديسين بس كل لحظه بلحظتها لما انا اكون مؤتمن على المشروع القداسي اللي الله اعطاني اياه هيك لحظه ورا لحظه نكون عم نمشي ورا طريق القداسي اللي نحن مدعوين الى كلنا سوا اذا بهالروحانيه بالذات بهالمشروع القداسي اللي الله اوكلنا اياه بنكمل هالمشوار مع ضيف جديد ضيف تعرفوه ضيف حبيتوه ضيف وثقتوا فيه وضيف امنتوا فيه هو الآنسة عبير نعمه عبير هي خريجة جامعة روح القدس الكاثوليك هي ملتزمة مسيحيا عبير مثل ما بتعرفوا بصوتها الحلو فوق 30 ترتيلة رنمت رتلت حطت سخرت كل طاقاتها بخدمة الرب في خدمة ايصال هالكلمة الحلوة عن الانجيل ضمن حياتنا وعبيوتنا وعلى كنيستنا وعلى حفلاتنا عبير شاركت بعدة مهرجانات عالمية منها بأوروبا بأستراليا بمهرجان دمشق الدولي بمهرجان بروكسل باليونان وكمان عندها بطولة مسرحية جوهرة العالم وكمان عبير كان عندها فوق 30 ترتيلة رح نتعرف أكثر على عبير وكيف عبير عم بتكون ضمن هالجمال اللي بصوتها وفيها كيف عم بتكون هي مؤتمنة على هالمشروع القداسي كيف عم بتكون عبير إنجيل حي عبير الله معك الله معك دكتور عبير انت كيف تحب تعرفينا عن حالك انت مين انا عبير نعمه من تنورين بنت توني نعمه عنده 9 اولاد وانا الكبيره بالبيت وكلنا ربينا ببيت مسيحي ملتزم والماما من احنا وصغار يعني كنا على الساعه 6 نقعد نصلي الورديه ما كان يقطع ليله من دون صلاه هلا عم يقطع كثير ليالي لانه كل مفرقين اسم الله كبرت العائله وكبروا بقى مشاريع. بس بس نحن عائله متواضعه عائله مسيحيه من تنورين ساكنين بجبال وانا ورثنا الصوت الحلو عن البابا كلنا بالعائله مرتل ومتعلم موسيقى واكيد اقل شيء انه مجد ربنا بصوتي شو بيخلي عبير تقول اقل شيء نمجد الله بصوتي شو هال ثقه بالذات انك كمان تقدر تقولي كمان انه انا بقدر مجد الله شو هالجرأة لتقولي هالكلام اول شيء الصوت هو موهبه ونعمه كثير كبيره شو يعني كلمه موهبه حتى في ناس يمكن ما تعرف علينا يعني الصوت لانه مش كل انسان عنده قدره انه بيقولوا اللي بيرتل بيصلي مرتين او بيخلي الناس تصلي مرتين سانتو جوستان انا الرابع اللي بيرتل هو بيصلي مرتين صحيح يعني كم مره بتصلي انت انا ميت مره بتعرف بصلي اكثر لما بشوف الناس عم بيصلوا بس يسمعوني هيك ساعتها يعني اوقات ما بعرف قيمة اللي عم بعمله لانه انا ببقى عم بكل بساطه يعني بكون عم مجده بصوتي بس ما بعرف ردة الفعل الا ما بعرف يعني الا لما بطلع بعيون الناس وبشوف ردة فعلهم ساعتها بعرف قيمة اللي عم بعمله اكثر الموهبه اللي الله زرعها بحياتك وفيكي هالموهبه هي هديه لكان الموهبه هي احلى هديه بحياتي هي نعمة حياتي نعمة وجودي انه يعني كل انسان انا بقول اكيد كل انسان عنده نعمة مميزة بتميزه عن خيو الانسان بقى كتر خير الله انه نعمته هي الصوت وما في احلى من انه نقدر نمجد الله ونوصل رسالة انسانية ورسالة ايمانية لكل الناس لابعد حدود يعني الموسيقى ما لها دين والموسيقى ما لها حدود وما لها لون وما لها يعني أروع شيء حلو الدنيا. عبير نعمة حياتك هي هالصوت الحلو اللي الله وهبه طبعاً. لك وحلو انه هالنعمة اللي عم تقريها بحياتك هي موجودة لحتى تقدر تخدم الآخر لحتى عم تقولي انه لحتى تسمع الآخر انه يصلي ايه اكيد تسمع للآخر انه يصلي يعني ضمن هالطاقة الحلوة ضمن هالنعمة اللي عند عبير نعمة عم تقدر يعني انا بجرب انا هيك بفتح صوتي وبقول له يا ربي خليه يطلع في صلاة معينة بتقوليها إيه؟ كل مرة قبل ما تطلعي مثلا انت بينك وبين ذاتك إيه قبل ما تواجه الجمهور قبل الذي في السماوات اي اكيد بصلي الى وجهي وبصلي اكيد اكيد لازم يكون في 10 دقائق لوحدة قبل كل كونسير وهيك صلاة صغيرة وبحكي هيك انا وربنا يعني هيك بوجه له كلمتين صحيح بطلب منه يساعدني يعني يكون حد لانه مش دائما بتعرف الصوت كثير حساس ومش دائما الناس
طبعا بتكون ناطره الافضل، مش دائما بتقدر تعطيهم الافضل، لانه اوقات بتكون قاطعه بمراحل، بتكون نفسيتك تعبانه، صوتك تعبان، ما في قدره يمكن تقدر. ودائما بصير في معجزات للحقيقه، يعني باصعب الظروف اوقات بطلع على المسرح تكون حرارتي 40 وبيطلع احلى كونسير، ما بعرف كيف. الله حاضر. ايه اكيد الله حاضر، ما في اي جواب اخر. انا بس بعتقد كمان انه الله بيكون حاضر بشكل مميز لما كمان نحن نطلب منه انه يكون حاضر. ايه طبعا، لما عم تقولي انت عم تختلي بينك وبين زيدك عم تطلب منه يكون حاضر، يبارك، يقدس العمل اللي عم تقدمي فيه، عم تقومي فيه. شو حلو لما نحس انه هو كمان بحاجه انه ناطر منا احيانا هيك ان كلان دوي علامه نقول له فيها نكون حاضر بهالكونسيرت بهالحفله بهالمشروع. بتعرف دكتور، مش ضروري بس بالترتيل نوصل رساله او مساج مسيحي، فينا بالغنيه، فينا بغنيه يمكن عن الحب بطريقه غير مباشره نكون عم نحكي. شو قصد الحب بالله؟ الله الحب، الله هو الحب، من دونه ما في قيمه لاي شيء بحياتنا ولا اي. هو الحب الاكبر والاخير والاول والاخير حرا، والمحبه يعني هي اهم شيء بالحياه. بقول لهم يوحنا برسالته الله محبه طبعا، واللي بيعرف يحب ما بيعرف يامن 100%. ففينا نوصل المحبه بالترتيله، بالغنيه، باي نوع من الموسيقى الراقيه، بنقدر من خلالها نوصل كمان مساج مسيحي. وانا كثير بامن بهالشيء، يعني اوقات بكون عم غني اغنيه ما يعني اغنيه عاديه، يعني اغنيه بتتوجه باي مواضيع انسانيه عامه، بقى الناس بيقولوا لي صلينا بطريقه معينه ضمن هالغنيه صلينا. حلو. طب عبير، شفنا من انت وصغيره كيف ربيتي بهالجو المسيحي، كيف اهلك علموك تحبي يسوع، كيف اهلك عرفوكي على يسوع، شو بقي، شو الصوره اللي بقيت لعبير من هالطفوله ومن هالمراهقه هالحياه اللي قطعت فيها، شو الصوره اللي بقيت فيها عن كنيسه عن يسوع؟ اول شيء اهم شيء بقي انه الالم بيشفي، والالم بيطهر، والالم يخلق منا انسان اكبر واعمق وانسان قريب لله اكثر. يعني نحن البابا كثير تعذب بحياته، يعني باخذ، والماما اكيد يعني ربت عائله كبيره 9 اولاد، اكيد الحياه صعبه ومنا سهله ابدا، والبابا كان تقوص من زمان وكمان كل الوقت بحاله بيعاني من القلب وعينه كمان، والمرض كتر خير الله هو هلا بصحه كثير منيحه. بس تعلمنا بالحياه انه، وكمان عندي خيي قبرني جد، يعني خلق لف المصران على رقبته، فعنده خلل، يعني عنده نقص بالاكسجين بالدماغ، فهذا الشيء بخليه يكون شوي متاخر. فتعلمنا انه بالالم في حياه، بالعكس مش موت. ويمكن هذا اكثر هيك مساج بقدر احافظ عليه بحياتي. وتعلمت انه كيف تقدر الناس بحياتك وتعرف قيمتهم، تعرف انه مش كل يوم فيك تقابل انسان مميز وتتعرف على شخص يحمل بكيانه روح الله. وفي كتير اشياء انه بتعرف، انا بجولاتي بالعالم بسافر كتير، قليل تقعد بالبيت. ايه بعرف، ففي عندي كتير اصدقاء واصحاب يعني طبعا، بس يمكن اصدقاء فعلا هن من زمن، يعني من قبل ما صرت روح واجي، وانه يا وسفر ومهرجانات وكونسيرات يعني عم بتعلم مع الوقت انه ما اخسر اهم ناس بحياتي، اللي هن النعمه بحياتي، اللي هن الصلاه بحياتي. الناس عم بيكونوا صلاه، يمكن هن اهم من صوتي، فيني نقول ايه حضورهم. شو عم بيكون، كيف عم بيكون حضور الاخر ايجابي هالقد مهم بحياتي؟ بحسسك فعلا كل يوم انت عايش معجزه، لانه الحياه صعبه ومش كل الناس طيبه مع الاسف. ففي ناس بتحسك انه الله موجود دائما حدك، يعني الله بيحكي من خلالهم وبيبعث لك مساجات صغيره، وبتحس انه الدنيا بألف خير والحياه حلوه. حلو. عبير، كيف انت بتعرفي الحب؟ الحب هو أسمى شيء بالدنيا، أسمى شعور الحياة، إن كان حب الأم لأولادها، إن كان حب الأرض، إن كان حب الوطن، حب الله.